دائما بفترة الصيف بيدور الشباب وخصوصا الشباب الجامعي على فرص متعددة لحتى يستثمروها. أكيد العطلة الانتصافية ممكن تكون مساحة مميزة لهم لحتى يبلشوا أعمال جديدة ممكن ياخذوا فيها خبرة وتزيد من خبراتهم بسوق العمل. أكيد سلمى، واليوم هذا الشيء هو محور فقرتنا الصباحية اليوم مع ضيفنا اللي صار معنا بالاستوديو. أكيد راح يفيدنا بكثير معلومات كيف ممكن للشباب اليوم يقدروا يحصلوا على فرصة عمل وخصوصا بفترة الدراسة بحيث يستثمروا الوقت لصالحهم وما ينضروا باستمراريتهم بالبحث عن فرصة عمل على الفاضي. فشو هي الطرق الصحيحة اليوم وأيضا الطرق المتاحة والفرص المتاحة؟ كل هي راح يدلنا عليها ضيفنا الدكتور منير عباس رئيس مجلس أمناء مؤسسة إدارة الموارد البشرية، ولحتى نعرف كمان كثير من التفاصيل منه. صباح الخير يا أستاذ. صباح الخير يا سيد، صباحكم أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك دكتور منير. خلينا نبلش مع حضرتك، يعني اليوم الشباب بشكل عام دائما وقت بيكونوا مقبلين على سوق العمل بيحكوا عن معادلة هيك مهمة جدا وهي الخبرة، الخبرة اللي ممكن يكتسبوها أثناء الدراسة أثناء العطلة الصيفية. خلينا نحكي شوي عن أهم يمكن الطرق اللي ممكن يستثمروا فيها وقتهم بهذا العطلة ويكتسبوا خبرة كمان. تمام، هلا هي معضلة دائما انه الخبرة بالأول ولا العمل بالأول، ودائما بتلاقي انت صاحب العمل بيسأل دائما الباحث عن عمل أعطيني الخبرة اللي عندك، أو بيشترط عدد من الأشهر السنوات من الخبرات. فهي فرصة خلينا نقول عطلة الصيف هي من أفضل الفرص أنك تجمعي هاي الخبرة. الخبرة طبعا تجمع بالنسبة للطلاب أو اللي أثناء دراستهم عن طريق استاجات أو عن طريق تدريب داخل موقع العمل أو عن طريق عمل حقيقي مؤقت موسمي بيكون بموسم الصيف. هدول الشغلات لازم الطلاب كلياتهم يكونوا في عندهم عمليات وأدوات بحث عن عمل وفرص تدريب، يعني مدخل سوق العمل بالنسبة لنا بالنسبة للطالب اللي ما هو متخرج هو عبارة عن فرصة تدريب داخل الشركة. فهذا الشيء لازم نركز عليه. نحن كمؤسس إدارة الموارد البشرية بنساعد كثير الطلاب بهذا الموضوع. كيف؟ نحن بنعمل جمع لعمليات التدريب وفرص التدريب داخل الشركات وبنحطها كلياتها على مواقعنا وبندل الطلاب والباحثين عن عمل عن هي الفرص التدريبية. اولا لازم الطلاب يهتموا بشغله كثير مهمه، احيانا بحسبوا الدورات التدريبيه هي لتلقي معلومات، ولكن اثناء الفرص التدريبيه اللي ممكن يحصلوها بدورات تدريبيه بيكون المدرب نفسه باحث عن كانديديتس مرشحين لشركاته. فبتلاقي احنا ما في دوره تدريبيه او كورس تدريبي بنقوم فيه الا بتلاقي مدرب معين او الاشخاص او الشركات او اللي عم يقدموا التدريب قالنا اعطونا سيفيات الناس اللي عم يتدربوا معنا. فبتلاقي دائما نسبته صارت ثابته تتراوح بين 3% ل 10% من كل دوره تدريبيه يسحب منها اشخاص متدربين لفرص تدريب. فاذا الطالب انا دائما بخبره شغله اللي احنا بنعتبرها قاعده بسوق العمل انه finding a job is a job، يعني انك تروحي تلاقي شغل هو شغل بحد ذاته. صحيح. يعني مو موجود الشغل هو ومغلف وملبس بطريقه بتلفت النظر انه يلا بس احنا ناطرينك بسوق العمل. لا، في منافسه كثير كبيره، وهالمنافسه هي فرصه للناس الباحثين عن عمل انه يشتغلوا على مهاراتهم. فنحن هلا بكل فتره اذا بتسمعوا بنعمل ندوات ملتقيات هدفها الاساسي غير الموضوع المحوري للمنتدى هو عمليه الجمع بين الباحث عن عمل او الباحث عن فرصه تدريب مع سوق العمل او سوق التدريب. وهلا الحمد لله يعني صار له من اكثر من 5 سنوات في عنا دائما فرص تدريبيه وبتكثر بشكل مخيف جدا بالصيف. ليه؟ لانه اكثريه الشركات بتكون مهيئه مقاعد للتدريب بهي الفرصه، بيكون سلو بزنس لبعض الشركات، فهي فرصه كثير حلوه انه يفوتوا متدربين ما يكونوا عبء على عمل الشركه بحد ذاتها. على سبيل المثال شركتين اتصالات بسوريا طالبين اكثر من 160 متدرب هلا بالصيف، بس هال 160 متدرب على خليني اقول لك على اكثر من 110,000 طالب. فانت بدك تشوفي النسبه والتناسب كثير، يعني فيها تنافسيه، مو اي واحد جاء باله يروح يتدرب فبيلاقي فرصه تدريبيه. فالطلاب انا بنصحهم انهم يكثروا من الدورات التدريبيه، يروحوا وراء الاشياء المجانيه، يعني كثير جمعيات اهليه مثل مؤسستنا بتقدم كثير فرص تدريبيه مجانيه. شو عنده الطالب اهم من انه يطور مهاراته؟ من خلال تطويره لمهاراته يتعرف على الناس، يعني نحن دائما بيشكي طلابنا او الباحثين عن عمل انهم حاسبين المهاره هي واحد
واحد بده يجي يفحصها عنده ويقول له تفضل هي فرصة عمل أثبت لي المهارة. لا، في عمليات تواصل، في عمليات تفاوض، في عمليات اقتراب من فرصة تدريبية، من فرصة الوظيفية، لأنه المنافسة كبيرة. فهن مو ناطرين أول سي في، ناطرين صحيح. أول شخص مؤهل لحي الفرصة التدريبية، ومعهم الحق الشركات. بيجي هون دور الجمعيات الأهلية أو المؤسسات. نحن بنعرف الطالب أو الباحث عن عمل على حقيقته، يعني بنعرفه أنه هو عبارة عن شخص لساته خام، لساته بس بيعرف معلومات بيتلقمها بالجامعات. هيك نحن للأسف غالبية جامعاتنا هي تلقينية وليست تجريبية اختبارية، فبنعرف أنه إحنا هذا الشخص متخم بالمعلومات. شو هي العملية؟ عمليات هي تزويب لهالمعلومات وصهرة مع سوق العمل شو بده مهارات. فأنا بنصح كل الطلاب يتوجهوا للفرص التطوعية خلال الصيف، يروحوا على الجمعيات الأهلية اللي هي أقرب لسوق العمل، وما في جمعية أهلية ما عندها مجتمع. دائما في عنا دوائر من المجتمعات قريبة لألو الجمعيات الأهلية ومجتمع الNGOs أثر بكتير من وصول الطالب لهذا المجتمع. فإذا نحن عنا أول عملية بحث يفوت على المواقع وصارت ما شاء الله متوفرة جدا، يعني حطي بس أنت فرص تدريبية في دمشق بيطلع لك صفحات اللي بتعلن عن فرص تدريبية في دمشق. حطي أي محافظة بحلب، بحمص، مثلا بدير الزور، وين ما كان تحطي أي محافظة أنت عندك رغبة بمعرفة مجتمع التدريب فيها، حطي بس هالكلمات البحثية البسيطة جدا. أيضا يشوفوا الفعاليات، يعني الفعاليات مو تضيع وقت أبدا، الملتقيات، الندوات، المؤتمرات، هي كلياتها تحوي فرص تدريبية وفرص عمل مغلفة جواتها لا يعلن عنها. بتكون الندوات مثلا كان في معرض هاي تك، أنا بعرف بكتير أجنحة بتأمن أكثر من عشرات فرص تدريبية كانت كلياتها من قبل زائرين للمعرض، وبنفس الوقت إن ما هم طالعين عم يدوروا على فرصة تدريبية، هن طالعين عم يزوروا المعرض، ولكن تهيأت لهم ظروف وفرص تدريبية. أنتم موجودين بأماكن، يعني أنا أحيانا بلوم الطلاب إنه شوي صغيرة نشتغل على حالنا ونقترب أكثر من سوق العمل، نعرف أدواته هي عبارة عن خبرات ومهارات أنت حتكونها، تعرف كيف تقدم نفسك بغض النظر كيف قدمت نفسك أنت والفرصة اللي أتيحت لك، وتستغل هاي الفرصة وما تكون خجول. قول لأي حدا أنت موجود داخل أي شركة أنا أسعى إلى فرصة تدريبية خلال فترة الصيف، كيف ممكن أنا أصقل مهاراتي عندكم وأقترب عنكم؟ طيب دكتور، اليوم كل الشباب من خلال بفترة التخصص الأكاديمي الجامعي قدي ممكن يكون عندهم ركائز يحطوه بالحسبان لأي فرصة عمل ممكن يقدموا عليها فجأة، أو حتى يتدربوا أو ياخذوا مهارات أكثر؟ شو هي الركائز الأساسية اللي لازم يركزوا عليها؟ هلأ نحن لازم يكون في زيارات وعمليات تشبيك بين قطاع الأعمال والجامعات والمؤسسات الأكاديمية، لأنه نحن هلأ في عنا غياب لهالفجوة، هي وفجوة كل ما عم تكبر شوي صغيرة، يمكن بسبب العدد الكبير من طلاب الجامعات العامة، هالشي عم يحظى في الجامعات الخاصة أكثر لأنه الكمية أقل، فعم تكون في فرص زيارات ميدانية دائما للطلاب داخل الشركات ليعرفوا قبل الاختصاص شو بدهم يختصوا، وأيضا زيارات ميدانية من الشركات إلى المؤسسات الأكاديمية قبل ما يختصوا. كلنا بنعرف نحن عمليات الاختصاص داخل الجامعات بتكون بعد السنة الثانية إذا في اختصاصات، أما دخول الاختصاصات الأكاديمية بعد البكالوريا، وبتمنى لطلابنا اليوم آخر يوم بتقديم الفحوصة كل التوفيق والنجاح، هون في عندك مرحلة مصيرية جدا اللي هي شو بدي اختص أنا بالجامعة. نحن عاملين فعالية كتير حلوة هي السنة الثالثة عم نعملها، هي اسمها وهلأ لوين. هلأ لوين هي عبارة عن نحن بعد ناطرين التكميلية، الفحص التكميلي، إنه بتعرفي بعد الفحص البكالوريا بيكون في عملية تكميلية، وبعدين نحن عاملين لهم مثل معرض. هذا المعرض بيحتوي كل الاختصاصات الأكاديمية الموجودة بالجامعات، وبنفس الوقت عندنا بعض فرص العمل شو بتعمل هي الفرص الأكاديمية بعد ما تتخرج. يعني هذيك السنة بهلأ لوين جمعنا أكثر من 109 اختصاصات، يعني هدول غالبية كل الاختصاصات، وصلنا للتمريض وتفرعاته، وصلنا للإخراج السينمائي، وصلنا للهندسات وتفرعاتها مع الاختصاصات الجديدة، وصلنا بالآي تي لاختصاصات حتفتح فروعها قريبا. فبيجي الطالب مثل كأنه قدامه معرض اختصاصات،
معناتها نحن ما لازم بقى نسمع اي طالب عم يواجه اي مشكله المفروض. بس قديش في معارض مثل هالشيء؟ يعني نحن هي السنه حنطلع على حلب ان شاء الله وعلى حمص وعلى اللاذقيه وطرطوس بالاضافه لدمشق، يعني حنختم بدمشق. ما حنعمل مثل كل سنه انه دمشق هي بس عم تحظى بالمعارض او بالملتقيات، هالشيء لقينا انه في فقر بهذا الموضوع اكثر وحاجه شديده له بالمحافظات. فنحن حنطلع نفتتح باللاذقيه، طرطوس، حلب، بعدين حمص، بعدين حنرجع لدمشق هون. فباذن الله بنتامل بسنوات قادمه يكون عندنا امكانيات وننتشر على جغرافيه سوريا كلها. من حق الطالب البكالوريا الموجود بكل جغرافيا بسوريا انه يعرف تماما شو الاختصاص اللي ناطره، وبشكل خاص انه بتعرفي من خلال مفاضل عم تنتقلي من محافظه لمحافظه، فهذا فرصه تعريفيه لإلك انك انت شو ناطرك بالمحافظات من اختصاصات. دائما كنا نلاقي نحن مو بس الطلاب الضايعين، الاهالي ضايعين، ثقافتهم بالفروع الاكاديميه كمان قليله. فنحن بتلاقي وكثير بننبسط وقت بنلاقي مع الطالب جاي عم يزور اهله حتى يقدروا يساهموا باختصاصه. فبتعرفي انت التخصصات كل سنه عم ينضاف لاختصاصات الجامعيه تخصصات فرعيه اكثر واكثر، احيانا غير كليات بنفس المباني ما بتعرف شو التخصصات الجديده. فهي اللي احنا عم نجيب اهل الاختصاص. طبعا كيف الاليه؟ عم يجوا طلاب بالسنوات الاخيره من الفرع هن اللي عم يشرحوا للطلاب اللي بدهم يفوتوا. بطلنا طلعنا من الطريقه التقليديه انه يجي دكتور جامعه يشرح لك شو الاختصاص، لانه هذا يمكن الاقرب للطالب اكثر شيء هو طالب مثله على سنوات التخرج. فعم يكون مثل صار عم يصير مثل الاخ الكبير عم ينصح الاخ الصغير، وعمليه كوتشنج يعني شو ناطرك انت بهالفرع من وجهه نظر طالب وليس من وجهه نظر اكاديمي عم يدرسك اياها. اكيد انا حروج للاختصاص تبعي، بس هالطريقه هي نحن بالنسبه لنا انه نحن لازم الشخص وقت يجي هو يشوف الفرع لازم يشوفه من وجهة نظر طالب مثله، وهذا الشيء اللي عطى تميز أكبر لمعرضنا أو للملتقى اللي احنا بنعمله اللي اسمه هلأ لوين. أنا بقول للطلاب كلياتهم يتوجهوا لمواقعنا على السوشيال ميديا بيعرفوا تماما نحن بأنه محافظة حنكون، ويتابعونا إذا كانوا هن بنفس المحافظة أو بمحافظات أقرب. عم بيكون الفعالية كلياتها مدتها يوم واحد، عم يتخللها عمليات توجيه مهني وإرشادي وأكاديمي شو التخصص المناسب له. وبنفس الوقت في عنا فحوصة الشخصية اللي هي فحوصة الميول اللي هي كتير الطلاب بيغفلوها. في عنا فحوصة وصارت مجانية على النت اسمها MBTI اللي هي ماير بريكس، بتفوت الطالب بيعمل فحص للميول تبعه بيعرف تماما حسب هو اهتماماته شو الفرع شو الفروع المناسبه له. فهذا الشيء ايضا عم بيقيس ميول الطالب لحتى يختار الاختصاص الافضل له ويتناسب مع شخصيته. طيب دكتور، قبل ما نختم دعاية الأخيرة، النصيحة الأبرز اليوم اللي بتحب توجهها لكل طبعا شبابنا مقبلين على سوق العمل. أول شيء مثل ما ابتدينا الحلقة، إيجاد فرصة عمل أو فرصة تدريب هي عمل بحد ذاته. ما في شيء اسمه فرصة تجيك لعندك على البيت. طلع تنشر، فرصة الصيف كتير حلوة لإلك، حتى لو ما عندك فرصة وظيفية في عندك المدن الصناعية كلها بحاجة لعمال وموظفين. أنا هلأ عم نطلع طلاب زيارات ميدانية على المدن الصناعية مثلا مثل الشيخ نجار، مثل عدرا، العمالية عندنا هون كمان موجودة هون بسوريا، يطلعوا كلياتهم يدقوا البواب للشركات وبدنا فرص تدريبية. يعني ما بتعرفي قديش لازم بدها عملية تجرؤ وجرأة من الطالب، وبدها شغف من عنده أنه أنا بدي أتدرب. ما في شركة بترفض طالب عنده شغف جاء عباله يتدرب صحيح. فبتمنى عليهم يعرفوا يكتبوا سيفياتهم، يعرفوا يتدربوا على مقابلات العمل، يروحوا يطرقوا ابواب فرص التدريبيه. وهلا السوشيال ميديا سهلت المهمه عليهم كثير، بامكانهم يكتبوا الفرصه التدريبيه والمحافظه اللي بدهم اياها على محركات البحث، بتطلع لهم عده مواقع بتامن لهم هالشيء. يمكن بعد جرات التفاؤل هي والمعلومات اللي قدمت لنا اياها، صعب صار صعب ينحكى انه نحن ما عم نلاقي فرصه عمل او ما عم نلاقي الشيء اللي بنطمح له وبنحبه. بدنا نتشكر وجودك معنا اليوم مع دكتور منير عباس، واهلا وسهلا. موفق لطلابنا. شكرا شكرا لك دكتور.